ثالثا لعبة تويست وهي لعشاق الألعاب الخفيفة واللطيفة لتخفيف التوتر وأخذ استراحة خلال الدراسة أو العمل لتنشيط العقل. اللعبة تتطلب سرعة تصرف، أنت تقوم بالتحكم بكرة تسير على مربعات وعليك التنقل من مكعب لآخر على يمينه أو يساره وعدم القفز من مكعب لآخر أمامه. عليك فقط تحريك الكرة السوداء بإصبعك يمينا ويسارا فقط. وشاركنا رقمك القياسي، واللعبة مجانية على أندرويد وآي أو إس وويندوز فون. رابعاً لعبة الأكشن والتصويب Brothers in Arms 3 Sons of War من شركة Game Loft. أنت الرقيب رايت والذي يتحكم بفريق من الجنود لمحاربة النازيين، ويتمتع الرقيب رايت بمهارات خاصة عليك استغلالها، ولديك ترسانة جيدة من الأسلحة تحصل عليها كلما تقدمت في اللعبة مثل البنادق والمولوتوف والقنابل والرشاشات الثقيلة والعبوات الناسفة وغيرها. وعليك الاحتماء جيدا للبقاء حيا أنت وجنودك وإسعاف أحدهم فورا إذا تعرض لإصابة، ومتوفر منها نسخة باللغة العربية وهي مجانية على iOS وأندرويد. خامسا الجزء الثاني من لعبة Earn to Die. امتلأت الأرض بالفوضى والزومبي، أنت تقود مركبة لتصل إلى الهدف المخطط له. عليك اكتساح ما يواجهك من حواجز وصناديق وزومبي مرعب، وعلى يمين ويسار الشاشة أزرار سرعة وبعض الحركات مثل تحويل اتجاهها. اللعبة تمكنك من ربح المال في كل سباق لتطوير المركبة وشراء الوقود. تصميم اللعبة بسيط ومريح لعين اللاعب. اللعبة مجانية على أندرويد، أما للآيفون فهناك نسخة ديمو ننصح باستخدامها قبل قرار شراء النسخة الرئيسية وسعرها $2.